تكلمنا عن جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار. الحقيقة دخول المناظير في مجال جراحة الأنف والجيوب الأنفية هي حاجة مش قديمة قوي، يعني في خلال 10 سنين اللي فاتوا حصل فيها طفرة كبيرة جدا. مشكلة التهابات الأنف والجيوب الأنفية من المشاكل الكبيرة اللي عامة معظم الناس بتشتكي من حاجات زي كده، خصوصا في تغيير الأجواء أو في بعض المناطق في مصر، عشان مناطق ساحلية يكون فيها الناس عرضة أكتر لالتهابات الأنف والجيوب الأنفية. طبعا في حاجة زي كده لازم نبدأ مبدئيا بالعلاج الدوائي، في حالات كتير بتحسن بالعلاج الدوائي والتهابات الجيوب الأنفية دي بتخف، لكن في أحوال تانية كتير بيفضل التهاب الجيوب الأنفية موجود وما العلاج الدوائي ما بيكونش ليه دور فيه. ساعتها بيكون الحل في الموضوع ده إن احنا لازم نتدخل عشان نعمل فتحات تهوية للجيوب الأنفية ونحافظ على حالة الجيوب الأنفية دي. التدخل للجيوب الأنفية كان زمان بيتعمل عن طريق الجراحات من عن طريق الوجه من بره بسكارز او بندبات بتكون باينه بره في الوجه. دلوقتي بقى الشغل كله في مجال جراحات المناظير الانف عن طريق الانف باستخدام العدسات، بنقدر نفتح كل الجيوب الانفيه اللي موجوده في الوجه، بنقدر نوصل لكل الجيوب الانفيه، ننظف كل الحاجات الالتهابات اللي موجوده فيها. بتفرق جدا مع العيان في بعد العمليه، العيان بيبقى عايش حياته بشكل طبيعي، ما عادش موضوع الصداع والكتمه الانف والرينويه والحاجات المشاكل الكبيره اللي العيان كان بيعاني منها. وفي حين ان الجراحه بالمنظار بتبقى هي الحل الاساسي والحل يمكن دلوقتي هي الحل الاوحد للمشكله دي. حصل تطور كبير في الفتره اللي فاتت في الجراحات دي والتكنيكس او الطرق المختلفه ان احنا بنشتغل بيها، بقت في كل مرحله او في كل تطور بنحاول ندي العيان نتيجه احسن. العيان بيبقى بعد العمليه في حاله احسن بكتير من قبل كده. شكرا لحضرتك.